نستقبل كريم عبد الرزاق نجم منتخب غانا، واحد من اساطير الكره الغانيه وافضل لاعب في افريقيا سنه 78، وتجربه ناجحه جدا مع الاحتراف سواء مع المقاولين هنا في الثمانينات او حتى مع نيويورك كوزموس الامريكي في عام 79. خلينا نرحب بيه ونشكره طبعا. كل الشكر ليك على مشاركتك معنا في سادسه، واهلا وسهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. كريم هل الصوت واصل؟ طيب خلينا لغايه لما يرجع او نعود الاتصال بيه مره ثانيه. كنت بكلمكم طبعا على واحد من اهم اللاعبين اللي شاركوا في منتخب غانا في تحقيق لقب امم افريقيا 78، ويمكن اعتقد انه احنا بنتكلم على فرص غانا في كاس العالم الحقيقه يمكن مجموعه يمكن تكون الاصعب على مستوى المنتخبات الخمسه الافريقيه اللي بتشارك في البطوله، ولكن غانا دايما عودتنا على انها، وخدوا بالكم غانا من الفرق اللي نجحت لما تاهلت لكاس العالم في انها تعدي دور المجموعات، بيبقى دايما المعاناه او القصه كلها في انك تاخد فرصه في الادوار الاقصائيه ومن هنا تبتدي الرحله، يا اما تبقى موفق يا اما ما تقدرش. منتخب زي تونس يمكن تاهل 6 مرات لكن ما قدرش يتجاوز مرحله المجموعات، لكن زي ما قلت لكم غانا معاها الحقيقه البرتغال واوروجواي الاثنين الحقيقه منتخبات قويه، يمكن يكونوا مش مرشحين لتحقيق اللقب، لكن في النهايه البرتغال بسكواد بتاعها، اوروجواي بتاريخها وبسكواد بتاعها، واوروجواي دايما حاضره. خدوا بالكم اوروجواي دي كانت قصه كبيره جدا، يعني ممكن نعمل حلقه بس واحنا بنتكلم على كاس العالم على اوروجواي، لانها دوله في الوقت الحالي ما هياش دولة عظمى لكن تاريخها كبير جدا في كرة القدم، حققت ألقاب أولمبية وحققت ألقاب كأس عالم، على الرغم دايما من أنها كانت يمكن من حيث التعداد من حيث إمكانيات الأندية مش أحسن حاجة، لكن قدرت تفوز بألقاب كتيرة جدا، فبالتالي هي أيضا قوة عظمى وعندها سكواد محترم جدا، عندها سكواد محترم جدا وعندها لعيبة على أعلى مستوى. ففرصة غانا هي الفرصة الأصعب في بطولة كأس العالم، يمكن ماتش كوريا وحتى كوريا ما تقدرش تقول ان كوريا منتخب سهل انك انت تتجاوزه، فيمكن التحدي الاصعب على مستوى المنافسة في دور المجموعات هيكون من نصيب غانا، لكن هل بلاك ستارز، هل نجوم السوداء تقدر تتخطى دور المجموعات؟ يعني ده سؤال ممكن يجاوبنا عليه طبعا كريم عبد الرزاق بنفسه اللي هنستقبل دلوقتي طبعا اتصاله. كريم بشكرك جدا على المشاركة معانا واهلا بيك على شاشة الاهلي. كابتن كريم عبد الرزاق، كريم خليني في البداية أسترجع معاك أهم ذكرياتك. أنت لعبت الفترة في مصر وتألقت فيها ويمكن فزت أعتقد بلقب أفضل لاعب أثناء مشاركتك مع المقاولين، إيه أكتر أو أهم الذكريات اللي ممكن تسترجعها معانا عن الفترة اللي أنت قضيتها في مصر؟ Okay, yeah. Okay, so I should start now. Right, should I talk? Yeah, should I go on? Yeah, my talking about my memory. مرحبا بكم. فترة المقاولون العرب كانت فترة جيدة بالنسبة لي، نعم. نعم لدي لازال لدي ذكريات رائعة فترة تواجدي في مصر وهذه الذكريات لا أستطيع أن أنساها أبدا. كونت صداقات عدة وقضيت أوقاتا ممتعة، فزنا بالكثير من المباريات وفزنا بكأس مصر، فأعتقد أني أحرزت العديد من الأهداف التي ساعدت الفريق، وبالفعل هذا مكنني من التفوق مع منتخب بلادي. مين أهم النجوم اللي تفتكر أسمائهم كانوا بيلعبوا في نفس الفترة دي، وهل في تواصل مستمر أو مقابلات حصلت بينك وبينهم يعني في أي وقت من الأوقات؟ نعم أعرف الكثير من لاعبي الأهلي. نعم أعرف محمود الخطيب، وأعرف مصطفى عبده، وأعرف مجدي عبد الغني، أعرف وعلاء ميهوب كذلك، وشريف إكرامي، أعرف الكثير من لاعبي الأهلي في هذا التوقيت، لاعبين رائعين. طيب خليني برضو أقف مع تجربة مهمة جدا، لأن الحقيقة يمكن وإحنا بنجمع الداتا قبل اللقاء
يعني عرفت انك انت لما كنت بتلعب في نيويورك كوزموس الامريكي اعتقد في نهايه السبعينيات، يمكن كان معاك في نفس الفريق فرانز بيكنباور طبعا نجم المنتخب اسطوره كره القدم الالمانيه، وشفت وزاملت نجوم كبار جدا زي بيلي طبعا اسطوره البرازيل ويوهان كرويف الهولندي طبعا الطائر. كلمني عن الفتره دي واحساسك ايه وانت بتلعب في دوري في الاسماء الكبيره دي. شكرا شكرا جزيلا لك. نعم انا لعبت في نيويورك كوزموس في امريكا، ولعبت مع الكثير من الاساطير واساطير في الدوري الامريكي. بالفعل لعبت مع اساطير من افريقيا، من اسيا، من امريكا الجنوبيه وليس من اوروبا فقط. انا قابلت الجميع، وكانت لدي فرصه بعد بطولة أفريقيا أن أنتقل إلى هناك، وحينها أصبحت أفضل لاعب في أفريقيا، وهذا أهلني أن ألعب في هذا الدوري الضخ، وهذا جعل العديد من الأندية في أوروبا وأمريكا أن تنتبه لي وأكون مؤهلا لألعب في نيويورك كوزموس بجانب هؤلاء النجوم الذين ذكرت. أنت ذكرت فرانز بيكنباور ويوهان كرويف. أنا لعبت بجانب فرانز بيكنباور لمدة عام، ولكني لم ألعب بجانب بيلي. كان قد غادر حال وصولي إلى النادي. أنا لعبت مع جيرد مولر كذلك. ولعبت أيضا مع نجوم الذين أصبحوا بعد ذلك من أساطير مانشستر سيتي، وليس فقط هذه الأسماء التي ذكرت، أن لعبت مع الكثير من وفزنا بالدوري في هذا الموسم، ولعبت مع جيرد مولر. جيرد مولر هو أسطورة من الأساطير بالفعل. طيب خليني أروح معك لملف كأس العالم ومشاركة منتخب غانا. يمكن الحقيقة يعني يمكن مجموعة إلى حد كبير جدا صعبة، نسبيا صعبة مقارنة حتى بباقي الفرق الأفريقية، مجموعة فيها البرتغال، فيها أوروغواي، فيها كوريا الجنوبية. فرص منتخب غانا من وجهة نظرك، وهل يستطيع المنتخب الغاني تجاوز مرحلة المجموعات؟ حسنا نعم، ولكننا أيضا جيدين. أعتقد أننا بالفعل في مستوى جيد، ليس كما الحال بالنسبة للأوروغواي والبرتغال، ولكننا في مستوى يستطيع مجابهة هذه الفرق. لا تستطيع أن تخمن أن الأوروغواي هي نفس الأوروغواي التي فازت بكأس العالم، وقد فازت بالفعل منذ زمن طويل، ولكن الآن لا يوجد فريق فيهم فاز بكأس العالم وبمستوى الفرق التي تفوز بكأس العالم. عموما رأيك في فرص المنتخبات الأفريقية، يعني سواء المغرب، تونس، غانا، الكاميرون، السنغال، هل شايف فيهم منتخب عنده القدرة أنه ينافس الكبار أو أنه يروح لبعيد في منافسات البطولة؟ حسنا، كل مرة نأمل ذلك، نحن نأمل ذلك في كل نسخة من نسخ كأس العالم، ولكننا لنكن واقعيين، لنكن واقعيين، في يوم ما سنفعلها، في يوم ما الكرة الأفريقية ستفوز بكأس العالم. الكرة الأفريقية الآن تؤدي، والكرة الأفريقية الآن قادمة بأقصى قوتها، نقدم كرة قدم جيدة، فنأمل أن نذهب بعيدا في كأس العالم، ونأمل أن نرى فريق أفريقي في قبل النهائي ويفوز بكأس العالم. ولكن الآن دعنا نأمل ذلك، دعنا نأمل للصعود من دور المجموعات، أن تصعد غانا وتصعد السنغال وتصعد المغرب والكاميرون وتونس. لنأمل ذلك للفرق الأفريقية جمعاء، أن تتأهل للدور القادم وتذهب، وليس فقط لأني غاني فأتمنى فوز غانا، لا، أتمنى ذلك لكل الفرق الإفريقية المشاركة في كأس العالم. كريم عبد الرزاق، كلامي معاك وحواري لسه ما انتهاش، وأتمنى أنك أنت يعني يحصل بينا تواصل تاني، وإحنا بنتابع المباريات الخاصة بالمنتخب الغاني في بطولة كأس العالم، وتمنياتنا طبعا بكل التوفيق لغانا ولكل المنتخبات الإفريقية. هحاول حقيقة لأنه عندي موضوعات كتير وأسئلة كتيرة جدا ما طرحتهاش على أسطورة الكرة الغنية كريم عبد الرزاق، بس إن شاء الله يكون لينا لقاء تاني معاه.
نهايه حلقه. كل التحيه ليكم على متابعتنا النهارده، وان شاء الله نتقابل على كل خير على شاشه الاهلي دايما في السادسه.